بوم. هلو ايفري وان حبايب قلبي جريد 2. بنبدا ترم جديد ذا سكند ترم مع كونكت بلس. هنبدا مع بعض كده في يونت 7. التايتل بتاع يونت 7 Where is it from? تعال نشوف listen one كده. بيتكلم عن farm animals حيوانات المزرعة. duck chicken fish sheep rabbit donkey cow goat horse. اوكي دول يا شباب الكلمات بتاعتنا الفوكاب. ونبدا ناخد الريدنج بيج 7. هنا بيقول we went on a school trip yesterday. احنا رحنا رحله مدرسيه امبارح. Did you go to a museum? هل انتوا رحتوا متحف؟ No, we didn't. لا ما رحناش. We went to. قلنا تي و تي ناخد منهم واحدة بس. فنقول ايه؟ We went to a farm. To learn about animals. احنا رحنا مزرعة عشان نتعلم على عن الحيوانات. That sounds fun. ده يبدو ممتع قوي. Yes, it was. ايوه فعلا كان ممتع. We saw, احنا شفنا horses, sheep, cows and ducks. شفنا خيول وsheep خراف و cows and ducks. It was very interesting. ده كان شيق جدا. هنا شباب محتاج اتكلم معاك عن the past simple tense او زمن الماضي البسيط. بص يا جميل معايا كده ركز معايا هنا. ازاي بعمل فعل ماضي؟ اول حاجه عشان اعمل فعل ماضي اجي مثلا على الفعل ده اسمه فعل منتظم. play يلعب cook يطبخ look ينظر listen يستمع wash يغسل. كل دي افعال يا شباب في المضارع. jump عشان خاطر ايه ده اكتبها اهو. jump الافعال اللي قدامنا دي يا شباب افعال في المضارع. عايزين نعملها ماضي بنضيف لها ايه بقى في الماضي؟ ed. play هيبقى اسمها ايه؟ played. cook هيبقى اسمها cooked. ما ننطقش الايه. cooked looked listened washed jumped. يبقى دي كده بقت افعال في الباست سمبل او في الماضي البسيط يعني حصلت وخلصت خلاص. اوكي طيب انا عايز اعمل نفي. played قلنا يعني لعب. عايز اقول ما لعبش قلنا نعمل ازاي؟ نحط هنا didn't ونرجع الفعل بقى لاصله. didn't ايه؟ didn't play. طيب عندي cooked يعني طبخ. عايز اقول لم يطبخ. برافو عليك. didn't cook. اهو اهو هقول هل هو يبقى did he jump high. هل هو نط عالي؟ did he jump high. يبقى نقول yes ايه؟ yes he did. نفس الكلام لو خليتها شي بقى هل هي تبقى did she؟ يبقى yes she did او no she didn't. سهله جدا يا شباب. ده اللي عليا في الباست سمبل في الماضي البسيط. نروح بقى للدرس الثاني يا شباب. lessons 2 and 3 بيتكلم عن ايه بقى؟ animal products اللي هي ايه؟ المنتجات الحيوانيه زي ايه؟ milk butter. ده ممكن اقولها كده butter او ممكن اقول butter. اوكي eggs wool cheese جبنة meat. يلا one more time. animal products milk butter eggs wool cheese meat. Yes, good job. هنا بقى عندي reading
we went to the fort. قلنا went to. ناخد منها تي واحدة بس. نقول we went to. We went to the farm to see animals. احنا رحنا المزرعة علشان نشوف الحيوانات. We learned about animals products. اتعلمنا حاجات عن animals products, المنتجات الحيوانية. We get lots of things from animals. احنا بناخد حاجات كتير من الحيوانات بنحصل عليها. We get wool and milk from sheep. بنحصل على الصوف واللبن من الخروف. We get eggs and meat from chickens. بناخد من الدجاج ايه؟ eggs and meat. بيض ولحم. We get meat and milk from cows. من البقر بناخد meat and milk. لحمة ولبن. We get milk and meat from goats. من الماعز بقى بناخد لحمة ولبن. نيجي بقى للpresent simple tense. ده المضارع البسيط. اتكلمنا عنه كتير جدا قبل كده يا شباب وسهل قوي. بنقسم فيه مجموعتين يا حبايب كده. بنعمل قلب, نرسم القلب بتاعنا ونحط فيه letter S. ونقول بقى مين بيحب الـ S؟ أنا لما أقسم كده الاثنين دول أعمل جروب 1 وجروب 2. هاخد هي شي إت والمفرد اللي بيحبوا الأس في مكان, وآي وي يو ذي والجمع في مكان كده. آي وي يو ذي وبلورال ناون الاسم الجمع. وهنا هاخد هي شي إت وسنجلر ناون الاسم المفرد. لو جربنا مع فعل like أو I like, we like, شو دول مش بيحبوا الأس. والنفي بتاعها ايه؟ don't like, don't like. لكن هنا لما اجي عند he, she, it والمفرد هقول ايه بقى؟ like ولا likes؟ likes. برافو, عشان دول بيحبوا الأس. طب لما نيجي ننفي نقول ما بيحبش, هنقول doesn't like, doesn't like. لأن don't و doesn't لازم بعدهم فعل في الماضي. بص يا صديقي بقى, هنعمل جمل اهو. لما تيجي تقول I هتقول get up ولا get up؟ get up. ها هناخد مين؟ get up. get up. ليه؟ عشان I مش بتحب ال S. يبقى I get up at 6 o'clock مثلا, 6 a.m. 6 صباح. طيب لو انا حطيت نفس الجملة بس هي, هتبقى هي جت ولا جت صب؟ هي صب. عشان هي بتحب الاس يبقى هي جت صب at 7 o'clock مثلا. طيب تعالى صديقي نعرف السؤال بدو وداز زي ما عرفنا السؤال بدي. سهل جدا برضو نفس الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت هناك, هيبقى شبهه شوية. بص السؤال بدو, بدو هنخدها مع يو ومع ذي. اهو اقول لك مثلا do you like cheese؟ هل بتحب الجبنه؟ يبقى تقول لي yes I do. No I don't. No I don't. Yes I do. No, I, no, I don't. جميل قوي. طيب do you, تعال ناخد do they. هل هم do they want chocolate؟ هل هم عايزين الشوكليت؟ يبقى اقول له ها يلا يس يو هات. يبقى يس they do. يس they do. او no they don't. يس they do او no they don't. هذا السؤال بدو. يلا نروح للسؤال بداز. does he و does she و does it؟ عشان does دي فيها اس, عايزة بقى هي شي ات والمفرد. هنقول هنا does he play tennis؟ هل هو بيلعب تنس؟ يبقى اقول له yes و must, no و must. يبقى yes ايه؟ yes he does. yes he does. او no he doesn't. yes he does او no he doesn't. طب يلا ناخد does she. ده قلب بعضها كده, نقول does she.
Does she want milk? هل هي عايزة لبن؟ يبقى تقول yes إيه؟ Yes. لا برافو يا ساجا. Yes she does. Oh, no. Oh, no. She doesn't. Yes she does. Oh no. She doesn't. آخر واحدة. Does it. سهلة أوي أهو. Does it drink water? هل هي بتشرب مية؟ القطة دي. Does it drink water? يبقى أقول yes إيه؟ Yes. أقول بعد تقول yes. Does. Yes it does. Oh no it does. Yes it does. كده خلصنا شباب كل حاجة هنا. هيبقى عليك بس الهوم ورك الاكتيفيتيز بتاعت الدرسين. هنقف اخر حاجة هتبقى بيج 16. عندنا يونت 7 اسمها ايه التايتل بتاعها؟ Where is it from? Where is it from? Where is it from? نشوف lesson 1. Farm animals. Farm animals. Duck. Chicken. Fish. Sheep. Rabbit. Donkey. Cow. Goat. OA makes long O. نقول كده goat. جميل. Horse. يلا one more time. Farm animals. Duck. Chicken. Fish. Sheep. Rabbit. Donkey. Cow. Goat. Horse. شوف الريدنج بتاعنا هنا شباب. اول حد هنا بيقول we went on a school trip yesterday. يعني احنا رحنا في رحلة مدرسية امبارح. We went on a school trip yesterday. Did you go to a museum? Did you go to a museum? هل رحتوا متحف؟ No, we didn't. لا ما رحناش. We went to. ناخد تي واحدة بس من الاثنين. ونقولش went to. لا. نقول went to. We went to a farm. We went to a farm. احنا رحنا مزرعة. To learn about animals. عشان نتعلم حاجات عن الحيوانات. That sounds fun. ده يبدو ممتع خالص. Yes it was. ايوة كان ممتع. We saw horses, sheep, cows and ducks. احنا شفنا خيول وخراف وبقر وducks. It was very interesting. ده كان شيق جدا. هقراها كمان مرة يا شباب ونركز عشان ده الريدنج بتاعك. We went on a school trip yesterday. Did you go to a museum? No, we didn't. We went to a farm to learn about animals. That sounds fun. Yes, it was. We saw horses, sheep, cows, and ducks. It was very interesting. Look, read and trace. هنا بيقول it's small. صغيرة في الحجم. It's got wings. عندها جناحات and feathers. وريش. It likes water. بتحب المية. It's a duck. دي البطة. It's small. صغير في الحجم. It has four short legs. عنده أربع أرجل قصيرة. It has long ears. عنده ودان طويلة. يبقى it's a rabbit. Yes. It's big. It has four legs. كبيرة في الحجم وعندها أربع أرجل. It eats grass. وبتاكل العشب. It's a cow. دي البقرة. It's small. صغيرة في الحجم. It lives in water. بتعيش في المية. It swims. بتسبح. It doesn't have. فاكرين بنقراها ازاي؟ It doesn't have arms or legs. ما عندهاش arms وما عندهاش legs. It's a fish. Yes. هنا شباب بعمل الحاجات المهمة جدا 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 في الترم الثاني. Past simple tense. زمن الماضي البسيط. الماضي ده
بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت. أكل يبقى أكل وخلص أكل. لعب يبقى لعب وخلص لعب. شرب يبقى شرب وخلص شرب. جميل. طيب بنعمل ده ازاي؟ الفعل الماضي في الانجليش نعمله ازاي؟ تعال نشوف هنا verb live يعني يعيش. ده فعل مضارع. هنحط لها في الاخر ايه؟ دي. تبقى lived عاشة. play هنحط لها في الاخر اي دي. تبقى played لعبة. visit يزور. الماضي بتاعها ايه؟ visited زارة. سي يرى. الماضي بتاعها اسمه صا رأى. go يذهب. الماضي بتاعها went ذهب. am و is معناها يكون. الماضي بتاعها was يعني كان. he played tennis هو لعب تنس. يبقى ده في الماضي. it was very interesting كان الماتش رائع جدا. we went يعني احنا ذهبنا. يبقى ده في الماضي عشان went. we went on a school trip رحنا رحلة ميدانية في المدرسة. طب النفي بتاعه بيبقى didn't ومعها infinitive فعل في المصدر. يعني ايه؟ تعال كده نشوف مثلا. بص الفعل ده ماضي اسمه played لعبة. طب انا عايز اقول لم يلعب. بص تروح عامل ازاي؟ ركز عشان هسأل فيها دي. تروح حاطط قبلها didn't وتخليها في المصدر تبقى didn't play لم يلعب. طب بص بص كده cooked يعني طبخة. مين يقول لي النفي بتاعها ايه بقى؟ didn't cook. ايوه كده شاطر برافو. يبقى الفعل الماضي بنفي كده didn't وبعدين ارجع الفعل للمصدر. كانت played خليناها didn't play. كانت cooked خليناها didn't cook. نروح للسؤال بقى. بص يا صديقي تعالى اعلمك السؤال بديد. بص يا حبيبي وصاحبي في سؤال اسمه did you. اسمه ايه؟ يعني هل انت. ده بنسأل بيه في الماضي. اقول لك did you play tennis. هل انت لعبت تنس؟ طالما في did دي في الجملة لازم الفعل يبقى في المصدر. did you play اهو في المصدر. did you play tennis yesterday. هل انت لعبت تنس yesterday. دي يعني ايه؟ امبارح بالامس بتدل على الماضي. did you play tennis yesterday. هل لعبت تنس امبارح؟ بتجاوب ازاي بقى؟ تقول لو انا لعبت هقول yes I did. هقول ايه؟ yes I did. طب لو ما لعبتش هقول no I didn't. يبقى did you دي بجاوب عليها ب yes I did او no I didn't. دي did you. طب تعالى هدي لك واحدة تانية اسمها did they يعني هل انتم. هل هم قصدي. هل هم. did they visit a museum. هل هم زاروا متحف. did they visit. بص مع did دايما الفعل infinitive في المصدر. did they visit a museum. هل هم زاروا متحف. بص الإجابة بتاعتها سهلة ازاي. برافو عليك. بص هروح قال ايه yes واعمل مقص الاول كلمتين تبقى yes ايه. برافو. yes they did او no they didn't. yes they did او no they didn't. واللي سهلة زيها برضو مع he وshe بنروح قايلين yes ومقص no ومقص. وهنا عرايس بتترس. يلا نقول did he. هنشوف هل هو اكل سمك امبارح. نقول did he eat fish yesterday. did he eat fish yesterday. هل هو اكل سمك امبارح. هجاوب عليها ازاي ده يا شباب؟ ايوه نقول yes ومقص بقى yes he did. اي الاول كلمتين يبقى yes he did. برافو عليك. yes he did او no he didn't. yes he did او no he didn't. طب لو خليناها did she اهو اخلي السؤال فوق بدل ما هو did he اعمله كده did she. يبقى هنا نقول ايه؟ ايوه yes she did او no she
didn't بقت سهلة وجميلة جدا. ده الماضي يا شباب. سهل ولا صعب؟ اهو هنا يا شباب ده reading. نقرأ كده كلماتنا. milk butter 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 ممكن اقول butter ممكن اقول butter eggs wool cheese meat كل دي اسمها animal products. animal products منتجات حيوانية. milk butter eggs wool cheese meat reading هنا شباب. we went to the farm to see animals. احنا رحنا الحديقة عشان نشوف الحيوانات. we learned about animals products. we learned about animals products. اتعلمنا عن منتجات الحيوانات المنتجات الحيوانية. we get lots of things from animals. احنا بنحصل على حاجات كتيرة جدا من الحيوانات. we get wool and milk from sheep. احنا بنحصل على الصوف واللبن من الخراف. we get eggs and meat from chickens. من الدجاج بناخد eggs بيض وميت لحمة. we get meat and milk from cows. من البقر بناخد لحمة ولبن. we get milk and meat from goats. من الماعز بناخد ايه؟ milk and meat لبن ولحم. وكده نقول our session has come to the end. I will say goodbye.